بص، احنا موقفنا ثابت في الانتخابات الرئاسية. حزب الاتحاد ليس لديه مرشح في هذه الانتخابات. احنا النهاردة قلنا احنا لسه ما اعلناش ترشحنا لأي حد ولا تأييدنا لأي مرشح، لأنه هو في الحقيقة لا باب الترشيح اتفتح ولا الناس أعلنت ولا أسماء المرشحين بقى على الطاولة علشان نقدر نختار بينهم. النهاردة كلها تكهنات وكلها آراء، وكل اللي اعلنوا يعني مع احترامي الشديد ليهم اشخاص عاديه جدا. وانت بتتكلم على الدوله المصريه، يعني عارف يعني ايه الدوله المصريه؟ دوله بحجم مصر، دوله فيها 100 مليون بتاريخها وشعبها وثوراتها وإعادة الدوله المصريه في 30 يونيو، كل هذه دي الدوله المصريه. الدوله المصريه اللي عايز تعرف قيمتها بص حواليك، بص حواليك، شوف العالم كله والدول فيها ايه، وشوف انت فين. الدولة المصرية اللي شعبها وقيادتها السياسية نجوا بيها من كل هذا المستنقع اللي كان عايز يدمر الدولة المصرية. وقع الشعب المصري ده شعب قوي، شعب فاهم سياسة، شعب وقف وقت الجد وهيقف طول عمره. فالشعب ده يستحق رئيس يبقى حريص على هذا الشعب وعلى تنمية هذه الدولة وعلى بناء مصر الحديثة وعلى بناء زي ما حصل في الجمهورية الجديدة وعلى بناء وتنمية بعرض وطول الدولة المصرية وعلى مشاريع إصلاحية. الدولة المصرية عايز تنمية في كل الأمور وإصلاحات في المشاريع. الموضوع كبير، فأنا عايز أعرف اللي نازل يترشح لمصر ده أنت مين وتاريخك إيه وهتعمل إيه للدولة المصرية؟ هو أي حد بيعلن ترشحه هو الموضوع سهل كده؟ دي قصة كبيرة. فأنا إلى يومنا هذا إحنا لم نؤيد حد ولم نعلن عن تأييدنا. لما الباب يتفتح ولما الناس تنزل ونشوف مين المرشحين ونشوف مين تاريخهم السياسي وعملوا إيه للدولة المصرية. هل انت لديك تاريخ؟ هو انت ينفع تنزل انتخابات في اي جهة؟ ده انت لو نزل انتخابات في نقابة لازم يكون ليك عمل نقابي. انت نازل دولة مصرية، انت ليك ايه في عملت ايه للدولة المصرية؟ تاريخك السياسي ايه؟ ده شيء مهم جدا. وبعدين ايه البرنامج بتاعك؟ البرنامج اللي انت جاي تعمل فيه اصلاح وتنمية للدولة المصرية، مش تعمل بقى انت جاي تكمل ما تم خلال السنوات السابقة. ما تم للسنوات السابقة في مصر كلنا شايفينه وكلنا شاركنا فيه، تحملنا أعباء وشاركنا في بنائه وساهمنا واشتغلنا فيه واستحملنا عشانه. مين اللي هيجي يكمل المسيرة دي؟ مين اللي هيكمل كم المشاريع المفتوحة والطموحات ل 2030 و2050 للأجيال القادمة؟ مين اللي هيكمل العاصمة الإدارية الجديدة؟ مين اللي هيكمل التنمية اللي موجودة في مرسى مطروح؟ مين اللي هيكمل مشاريع المدن الجديدة؟ مين كل دي محتاجين ده حد يقدم لنا برامج نقدر نختار بيها. انما انا النهاردة هطلع اقول لك مين، انا مش شايف حاجة، انا مش شايف حد من اللي اعلنوا يعني اقدر اتكلم عليه في الحقيقة. يعني مع احترامي الشديد ليهم انا لا اقلل من حجمهم، ولكن دي دولة مصر، دولة مصرية فيها 100 مليون بتاريخها بسياساتها. يعني حاجة، مصر دولة عظيمة بموقعها الجغرافي. يعني فده سابق لأوانه. أنا ما أقدرش النهاردة أقول، وأنا ما عنديش، وأنا مش هدي مرشح على بياض، أنا هدي له موافقة على بياض، لا، أنا لازم أشوف البرنامج وأشوف قصة كبيرة. لما يعلن ترشح ولما أسماء المرشحين ينزلوا نقدر نقول إحنا هنقف ورا مين. النهاردة ما بنقدرش نرشح أي حد ولا بنؤيد أي حد.